اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في فقرتنا الاخيره، اهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه. كابتن ايمن، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه، كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه الحقيقه قبل ما نبدا الحالات يا كابتن اسلام، يعني انا بقول ان النهارده كبدايه الدوري في نجاح النهارده للغندور واحمد حسام وسامي للطاقم عموما. اكيد مفيش مباراه بتبقى خاليه من الاخطاء، مفيش حكم بيقدم مباراه بنسبه 100%، اكيد في بعض طبعا بعض اذا كان عنده او عند المساعدين، لكن النهارده بصراحه نجح احمد الغندور وتميز في بدايه الدوري، وده راجع لحاجتين كابتن اسلام: الاهتمام والتركيز بدون حكام اضافيين. فنبتدي هنشوف معانا الحالات ونشوف. خلينا نروح لحالات هذا اللقاء، اتفضل يا سمير. عندنا اللعبه تفضل الاولى، اتفضل يا كابتن. دي اللعبه الاولى، دي اللعبه بتاعت رمضان. طبعا احمد اهو قريب، احمد قدامه والمساعد رفع، راح احمد على طول، وطبعا الانذار مستحق. تركيز احمد، بص تمركز احمد كابتن اسلام. عايز اقول لسامي بس وقف لي هنا شويه، احمد راح ادى الانذار، سامي لسه طبعا هنا. سامي اللي هو المساعد الثاني كويس، سامي ان هو من بعيد ادى احمد، ما كانش شايف احمد قريب اداله. خلاص يا سامي المفروض تشيل ايدك، يعني هو حط ايده على جيبه مصمم. احمد طلع الانذار وسامي لسه ايده على جيبه. يعني بقول لك يا سامي، يعني انت عندك سماعات، خلاص انت لسه حاط ايدك على جيبك يا سامي. وقف لي بس اللقطه ديت، وقف لي احمد الغندور، هو وقف، رجع لي بس اللقطه واحمد رفع ايده فوق بالانذار. خلاص يا سامي انت قلت للكابتن احمد هو جاي، خلاص الاشاره بتبقى واحده، وكمان في سماعات دلوقتي. واحمد كان عنده رؤيه، شايف اللعبه. انت قلت له من بعيد ممكن السماعه مش شغاله او في شوشره، بس خلاص احمد بيرفع الانذار وانت لسه حاطط ايدك يا سامي. لا خلاص اديت له الاشاره بتاعت الانذار، واحمد اكيد بس عليه بيقول له انذار، بيقول له انذار بس خلاص. هو طلع الانذار ومرفوع يا كابتن اسلام، يعني هو فبقول له لما تديله حتى لو اضطريت يمكن عايز يكتب حاجه ولا لا لا حاجة. ده هو مشاور له على الجيب، بص هو مشاور له على الجيب، هو فضل مشاور له، فخلاص يعني طالما قلت له خلاص يعني تمام. بس هو طبعا كويس ان هو دي احنا وصلنا كده، اهم حاجه ان احنا وصلنا للصح اهو. بص هي ما شاء الله عليه سامي، يعني دايما متواجد في الحاجات ديت يعني. ماشي تمام، خلاص نروح للعبه الثانيه يا جماعه. اللعبه اللي بعد كده دي لعبه، بص احمد الغندور طبعا هنا اللاعب هنا، يعني طبعا هنا رامي ربيعه طبعا طلع الكره ركله ركنيه. هنيجي من الزاويه اللي من ورا كابتن اسلام، هنشوف كده. السر في حاجه هنا هنا يا جماعه، في زاويه ثانيه خلاص هو رامي لعب، بس هي واضحه هنا، واضحه جدا. لا انا مش على اللعبه، انا عايز بس اجيب الايه. ارجع لي سنه، ارجع لي عند احمد الغندور كده، هات لي احمد الغندور. بص التمركز يا كابتن اسلام، اللياقه البدنيه والتمركز، بص زاويه الرؤيه بتاعت احمد، شايف؟ خد بالك يا كابتن اسلام اللعبه دي لو الحكم ما عندوش زاويه رؤيه ممكن يحسبها ضربه جزاء، ممكن يقطع، اكيد ممكن يقطع، مش هيبقى عنده قرار. بس هي مش ضربه جزاء طبعا، هي ركله ركنيه. انا بقول لك الحكم مش هيبقى عنده ثقه حتى لو حسب، لكن طول ما الحكم عنده تمركز جيد فبيحتسب الخطا اهو. التمركز بتاع احمد شايف مين اللي لعب ومستريح، لكن تخيل يا كابتن اسلام لو احمد بعيد، لو حكم خمس ايه انا حسبها ضربه جزاء، وكانت عملت لنا مشكله، كانت عملت لنا مشكله دلوقتي القصه الحقيقه. لا يعني هو كابتن عدم وجود، انا بقول من وجهه نظري عدم وجود الحكم الاضافي ادى تركيز، خلى التركيز زياده للحكم وللمساعدين. برافو عليك، ودي هتبان في الماتشات اللي جايه كمان. يعني اذا ليست ركله جزاء، مفيش اعتماد على بعض بقى كابتن اسلام. وهنا الاحتساب الركله ركنيه مظبوط، قرار صحيح طبعا لاحمد نتيجه تمركزه الصحيح يعني. طيب اللي بعده نروح للعبه الثانيه في الدقيقه 51، عايزين نروح للعبه دي. ده هنا سامي، دي اشاره على التسلل. هنرجع تاني للعبه. طبعا سامي رفع على تسللات كتير صحيحه، طبعا احنا ما بنجيبش كل الالعاب لان الوقت عندنا طبعا يا كابتن اسلام. احنا بنجيب بعض الالعاب بس عشان ننصح. نرجع تاني من الزاويه الجانبيه، الزاويه بقى هي الزاويه اللي هتيجي دلوقتي، الزاويه الجانبيه هتبان لنا. الزاويه هي اللي بتوضح لنا دايما، الزاويه بتاعت المساعد هي اللي بتوضح لنا اللعبه. ايوه بس وقف لي، وقف لي هنا لسه ما طلعتش. هنا بقى بس خلاص وقف لي على الصوره دي، سيب لي طبعا هنا. هي طلعت كويس هنا، طلعت. هنا في جزء عندي فاتح وجزء جامد. لو بصينا الجزء الفاتح هنلاقي مين اللي اقرب، لعيب الاهلي ولا لاعب سموحه؟ لعيب الاهلي الاقرب، الاهلي الاقرب، الاقرب وباينه وواضحه جدا. يعني سامي طبعا اكيد هنا فقط شويه التركيز، ما كانش مركز مع اخر ثاني مدافع شويه. رفع الرايه، بص ما ربطش بين اللاعب اللي بتطلع منه الكوره واللاعب ده والمدافع الاهلي، فعادي دي بتحصل. فبقول له يا سامي باذن الله التركيز يبقى اكتر الفتره الجايه. لعبه عنده 3 أو 4 ألعاب صحيحه وتميز فيهم، وتميز في لعبه الهدف، كان مركز وقدم مباراه ممتازه. لكن بقول له يا سامي لازم في يعني ايه تاخد بالك من الالعاب ديت يعني. تمام، دي لعبه طبعا. نرجع تاني للعبه دي، دي لعبه احمد الغندور سمح بتاعت فرصه واحمد حسام رائع. نرجع تاني للعبه دي،
نقف هنا يا جماعه. بص هنا ركله حره اهي موجوده، يبقى لازم موجوده بالظبط، ركله حره لصالح جيلاردو تعطيل. وبعدين امشي امشي بقى. انا برافو لاحمد الغندور ماشي، وبرافو هنا كمان قوي لاحمد حسام. ليه بقى؟ الرايه ما طلعتش يعني. كان احمد حسام ممكن احمد كمل هو مع اللعبه، لان دي هجمه واحده هي زي ما اتعملت اوفر، كان ممكن يجي منها هدف. فانا بحيي احمد الغندور هنا اهتمامه وتركيزه ان هو بيدي تحت فرصه في لعبه زي دي. المفروض يوقف ويجيب انذار تاني؟ لا 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 لا، هي بصرف النظر اللعبه ممكن يكون ما فيهاش انذار. انا بتكلم ان النهارده عنده رؤيه اللعبه دي يا كابتن اسلام. لو وقف احمد الغندور النهارده يبقى ملحوظه عليه، واقول له احمد انت اخطات. لان اللعبه دي عملت ايه يا كابتن اسلام؟ عملت هجمه. امتى اقول له انت غلط؟ لما تكون انت خدها لاعب سموح لا بتتيح فرصه في حته مش هتعمل لي هجمه. لكن النهارده اللعبه دي عامله هجمه ولا مش عامله يا كابتن اسلام؟ اهو رايح اللاعب يرفع، لو عدت من المدافع ده راحت فين يا كابتن اسلام؟ راحت لمهاجم النادي الاهلي. مظبوط. فبحيي احمد الغندور على اهتمامه يعني، وتحت فرصه جميله من الغندور. نروح للعبه الاخيره. الحقيقه اللعبه دي يعني لما اتفرجت عليها طبعا في الملعب، هنرجع تاني يا جماعه، قعدت اشوفها كذا مره. تميز لاحمد حسام بصراحه. ايوه ارجع بقى هنا بقى حصل ايه؟ في لعيب الاهلي سليم، اللعيب ده اللعيبه كلها سليمه. اللعيب الاهلي الاولاني اللي هو الثاني لمس الكوره. لمس الكوره ماشي كده ماشي معايا خلاص، اللعيب ده لمس. مين اللي راح بقى يا كابتن اسلام؟ اللعيب الثاني راح اهو. لعبه رائعه من احمد حسام، اشترك مع الحارس. نرجع تاني يا جماعه بس نجيبها عشان الناس تفهم ايه اللي حصل في اللعبه، لان حتى واحنا بنتفرج فينا مش عارفين في ايه اللعب وقف ليه. نرجع معلش تاني اهي، كله سليم يا كابتن اسلام، كله سليم كده، كله سليم. راحت اللاعب بتاع الاهلي الثاني. تمام. لمس اهو خلاص، يبقى لعبه جديده. ماشي اللعبه خلاص، لعبه جديده. اللاعب اللي قدامه متسلل طبعا، متسلل. راح اشترك مع الهاني سليمان. بحيي احمد حسام، تركيز كبير ولعبه رائعه بصراحه يعني. تمام. يعني موفقين جدا في المباراه دي. طاقم التحكيم النهارده يستحق كام من 10؟ هم قدموا مباراه ممتازه جدا الثلاثه يعني. الثلاثه يعني ادي احمد وسامي 8.5، وميز احمد شويه في اللعبه دي فاديله 9 يعني. احمد حسام كابتن احمد الغندور واحمد الغندور 8.5 وسامي 8.5 8.5 ايوه. عموما نتمنى بالتوفيق للتحكيم. بدايه جيده يا كابتن التحكيم لليوم الاول. اسبوع يعني اسبوع يعني. اسبوع طيب للتحكيم وبدايه كويسه. اتمنى الحكام من الاستمرار على المستوى دون. اكيد اللجنه بتشتغل معاهم، ولكن زي ما قلنا حاجتين، التركيز والاهتمام. انت حكم تهتم بالمباراه. النهارده احمد الغندور نجح عشان اهتم هو واللي معاه. انت بتهتم وبتركز وبتعمل اللي عليك والباقي عند ربنا. تمام. فدايما انت اهتم بالمباراه، اي مباراه تروح هتبقى مهتم بيها، اكيد هيبقى النجاح حليفك يعني باذن الله. كل التوفيق. شكرا جزيلا يا كابتن ايمن لحضرتك. اول ثلاث نقاط استطاع ان يفوز بهم النادي الاهلي في الدوري العام المصري، اداء جيد الحقيقه من النادي الاهلي، اداء جيد من الجهاز الفني. نتمنى ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان يكون هناك استمراريه في هذا الاداء الجيد جدا من لاعبي النادي الاهلي، خصوصا بعد الخروج بقى من احتفال السوبر والكلام ده كله. ان تفوزوا على فريق سموحه بهذا الاداء، اعتقد ان ده شيء جيد جدا جدا جدا. اول ثلاث نقاط استطاع النادي الاهلي ان يفوز بهم في الدوري العام المصري. اتمنى له يا رب الاستمراريه خلال الفتره القادمه. المباراه القادمه ان شاء الله هتبقى يوم السبت اعتقد، هنقول لحضراتكم خلال الايام اللي جايه من خلال بروموس في قناه النادي الاهلي، هنقول لحضراتكم المباراه القادمه ستكون طبعا امام كانو سبورت من غينيا الاستوائيه، وان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يتخطى هذا الفريق، وبعد كده ان شاء الله نتكلم بقى على دوري المجموعات ونرجع مره اخرى للدوري. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، ثلاث نقاط هامه جدا. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم، ونرجع بقى حلقات اخرى جديده من ملعب الاهلي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.